بني صح عن الكلام ومح عن الحركة، سأشرح لك درسا مهما ألا وهو اسم فعل الأمر. أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر رابح عبر قناة الأستاذ الناجح، تلاميذ الثالثة متوسط. نواصل معكم سلسلة دروس مادة اللغة العربية. لمن يبحث عن بقية الدروس التي شرحتها سابقا تجدون رابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. قبل أن أبدأ في شرح الدرس، المرجو منكم الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. على بركة الله نبدأ في قراءة الأمثلة التي اخترتها لك. أولا المثال الأول يقول: بدأ الأستاذ في قراءة النص فقال لي زميلي: صح عن الكلام ومه عن الحركة. مثال الثاني يقول: حي على الصلاة. المثال الثالث والأخير: عليك بالاجتهاد. عزيزي التلميذ، في هذه الأمثلة كتبت لك بعضا من الكلمات بلون مغاير، ألا وهي صه، مه، حي، وكلمة عليك. ما المعنى الذي أفادته هذه الكلمات التي كتبت بلون مغاير؟ أكيد الكثير منكم قد يسمع هذه الكلمات لأول مرة، خاصة صه ومه. حي دائما نسمعها في الأذان، وعليك دائما ما نستعملها. سأشرح لكم أو سأساعدكم في المعنى الذي أفادته هذه الكلمات. أبدأ بكلمة صه. عندما أقول لك صح عن الكلام، يعني معناها اسكت. سأكتبها لك بني لكي لا تنساها، اسكت. مه عن الحركة، يعني توقف عن الحركة. حي، حي معناها أقبل. وآخر كلمة عليك، عندما أقول عليك معناتها التزم بالاجتهاد، عليك بالاجتهاد، التزم. جيد. الآن ننتقل لسؤال تاني: على ما تدل هذه الكلمات؟ عندما أقول لك أسكت، هنا ماذا؟ طلبت منك السكوت أو أمرتك بالسكوت. اسمع جيدا، عندما أقول لك أسكت، هنا طلبت منك السكوت أو أمرتك بالسكوت. عندما أقول لك توقف، معناها طلبت منك التوقف عن شيء ما، معناها أمرتك بالتوقف. وأيضا عندما أقول لك أقبل، وأيضا التزم، أيضا هنا أمرتك. إذن هذه الكلمات صه ومه وحي وعليك تدل على أي شيء؟ الطلب، وبالضبط ماذا؟ الأمر. إذن تدل على الأمر. جيد. الآن ما نوع هذه الكلمات؟ ركز جيدا بني ولا تتسرع. لا أتكلم عن هذه الكلمات. أكيد أسكت فهي فعل أمر، وتوقف فعل أمر، وأقبل فعل أمر، والتزم فعل أمر. لكن هذه الكلمات صح ومه وحي وعليك، هل هي أفعال أمر؟ سنتأكد من ذلك. درسنا سابقا في حالات بناء فعل الأمر، أو عندما تعرفنا على الفعل الأمر قلنا أن فعل الأمر له علامات تدل على أنه فعل الأمر. مثلا سأعطيكم علامة من علامات فعل الأمر. فعل الأمر أعزائي التلاميذ يقبل ماذا؟ دخول نون التوكيد. أكيد نون التوكيد بنوعيها. عندنا أعزائي التلاميذ، لمن لا يعرف نون التوكيد، لا أتكلم عن نون اسم، أتكلم عن نون التوكيد. عندنا نوعان من نون التوكيد، عندنا المخففة
بالسكون، وعندنا المشددة أو الثقيلة تكون بالشدة هكذا. عندما أريد أن أتأكد من فعل أنه فعل أمر، وأيضا نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع، إذا أردت أن أتأكد من أن هذه الكلمات أفعال أمر، يكفي فقط أن أدخل عليها نون التوكيد. قبلت نون التوكيد فهي فعل أمر، إذا لم تقبل نون التوكيد فهي ليست فعل أمر. لنجرب هذا الكلام، أبدأ مع كلمة نجربها مع فعل أمر أولا. أسكت. أسكت، سأدخل عليها نون التوكيد، هذه أو هذه نفس الشيء. عندما أيضا كمعلومة أذكركم أعزائي التلاميذ، عندما تدخل نون التوكيد على فعل الأمر يبنى فعل الأمر على الفتح، وأقول أسكتن أو أسكتن نفس الشيء، هذه النون تستعمل أو نون هذه النون، أقول أسكتن. نجرب، إذن هذا فعل أمر لأنه قبل ماذا؟ نون التوكيد. عندي توقف، سأدخل عليها نون التوكيد، دائما ما يبنى على الفتح، توقفن. إذن هذا الفعل فعل أمر، وهذا أيضا فعل أمر. لماذا؟ لأنه قبل دخول نون التوكيد عليه. جيد، الآن لنجرب نون التوكيد هذه على الكلمات التي تعرفت عليها اليوم. عندي أول كلمة صه، هكذا سأدخل عليها نون التوكيد. هل يمكن قول صهنة؟ إذن بما أنها لم تقبل حرف نون التوكيد فهي ليست فعل أمر. أيضا بالنسبة إلى مثلا نأخذ حية، هل يمكن أن أقول حينا؟ هل يمكن أن أقول عليكن؟ عليك الفتحة دائما عزيزي التلميذ، لا تخطئ، عندما تدخل عليه النون التوكيد يجب أن يبنى على الفتح. عليكن أكيد لا. إذن هذه الكلمات تدل على الأمر، فهمنا أن معناه يدل الأمر، لكن عندما أردت أن أدخل عليها نون التوكيد التي هي علامة من علامات فعل علامة فعل الأمر، لم تقبل فعل نون التوكيد أو هذه العلامة، فماذا أسميها؟ أعيد ترتيب هذه المعلومات أعزائي التلاميذ، ركز معي جيدا. قلنا أن هذه الكلمات تدل في معناها على فعل على الأمر، تدل على ماذا؟ على الأمر. لكن عندما أردنا أن ندخل عليها نون التوكيد وهي علامة من علامات فعل الأمر لم تقبلها، إذن هي أمر ولا تقبل علامة فعل الأمر، إذن ماذا نسميها في اللغة العربية؟ نسمي هذا النوع من الكلمات اسم فعل الأمر. جميل، ونضعها في إطار، اسم فعل الأمر هو اسم يجب أن يكون، تذكر، يجب أن يكون مبني، اسم مبني يدل على من؟ على الأمر، لكن لا يقبل ولا يقبل في نفس الوقت ولا يقبل علاماته، علامات من؟ علامات فعل الأمر. كما جربنا علامة من علامات فعل الأمر نون التوكيد، لم يقبلها هذه الكلمة، فسميناه عوض أن نقول فعل الأمر
سميناه اسم فعل الأمر. لماذا؟ لأنه يدل على الأمر ولا يقبل علامات فعل الأمر. أنواع ومعاني أسماء فعل الأمر. نبدأ مع النوع الأول وهي أسماء. استمع جيدا. أسماء فعل الأمر. النوع الأول أعزائي التلاميذ يمكنكم تدوينها. النوع الأول القياسية. ما معنى القياسية؟ ستفهم عزيزي التلميذ. النوع الأول وهو الذي يتم صياغته على وزن فعالي. يتم صياغته من من؟ يتم صياغته من الفعل الثلاثي، من فعل الأمر الثلاثي التام. مثال عن ذلك، أقول فعالي هذا الوزن عندما أقول حذاري، هي على وزن فعالي حذاري بمعنى احذر. عندي مثلا نزالي بمعنى انزل، نزالي نفس الوزن. أيضا عندي لعابي بمعنى العب. جيد، إلى غير ذلك. سماء، السماء السماعية. يعني ما معنى السماعية؟ تم سماعها من العربي وتم نقلها كما هي. سمعتها هكذا، تم نقلها هكذا. عندنا هاك. جيد، هاك بمعنى خذ. عندما أقول لك هاك الكتاب معناها خذ الكتابة. حي معناها أقبل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، معناها أقبل. هيا بمعنى هيا أعزائي التلاميذ بمعنى أسرع، بمعنى أسرع. هلما أعزائي التلاميذ بمعنى تعالى، ولا يقصد بها تعالى أي من الشموخ، بل تعالى 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 إلى هنا. هلما. آمين معناها أعزائي التلاميذ استجب، استجب. مه معناها عندي، ما عندي صه معناها أسكت، تكلمنا عنها منذ قليل. ومه معناها توقف أو أكفف، توقف أو أكفف عن الحركة. الآن نعود إلى كلمة هلما، أو كل هذه الكلمات أعزائي التلاميذ سنعود إليها في الإعراب. فقط سأركز على هذه الكلمة الآن. عندما أقول هلما، هل اتصل بها أي ضمير؟ لا، لم يتصل بها أي ضمير. على العكس، هنا الضمير هنا ضمير مستتر، سنعود إليها في الإعراب، تقديره أنت. لكن لو قلت لك هلمو، عندي أيضا هلمي، عندي أيضا هلما. ما الفرق بين هذه الكلمات؟ هلما قلنا أنها اسم فعل أمر، لكن هلم وهلمي وهلما هي ماذا؟ فعل أمر، ليست اسم فعل، ليست اسم فعل أمر. أعيد كلامي، هلم هلمي هلما هي تعرب إعراب فعل الأمر عادي، أما هلما تعرب اسم فعل أمر. لماذا؟ لأن هلم اتصلت بها واو الجماعة، وهلمي اتصلت بها ياء المخاطبة، وهلما اتصلت بها ماذا أعزائي التلاميذ؟ اتصلت بها ألف الاثنين، والواو هنا والياء هذه والألف كلها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، أما هنا ضمير مستتر تقديره أنت. سنعود إلى الإعراب بالتفصيل أعزائي التلاميذ. نبدأ مع كلمة حذاري، ولها نفس الإعراب كل الكلمات الخاصة والتي تصاغ. عندنا كلمات تصاغ على وزن فعالي، لها كلها لها نفس الإعراب. فأقول اسم فعل الأمر مبني على ماذا أعزائي التلاميذ؟ مبني على الكسر. لاحظ هنا
فعالي حذاري كلها على نفس الوزن. إذن مبني على الكسر. الآن أعزائي التلاميذ، لو سألتكم أين الفاعل هنا؟ مهم جدا، والفاعل ضمير. هل هنا أعزائي التلاميذ حذاري اتصل بها ضمير أو عندها ضمير ظاهر؟ لا أعزائي التلاميذ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. سأعود إلى كلمة وجوبا، ما معناها؟ وجوبا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. جيدا، ما معنى وجوبا؟ هنا هذا الضمير المستتر لا يمكن أن يحل محل ماذا؟ فاعل ظاهر. هذا فيما يخص وجوبا. عندي كلمات أخرى أعزائي التلاميذ، حذاري نفسها لعابي، ما نفسها نزالي، نفس الوزن، كلها لها نفس الإعراب. هذه لوحدها والكاف لوحدها. علي اسم فعل الأمر مبني على ماذا أعزائي التلاميذ؟ على السكون. لماذا قد يقول لي التلميذ أكيد سيقول لي لماذا لم تقل مبني على الفتح؟ هذه الفتحة خاصة بالكاف، فأقول علي، والكاف هذه أعزائي التلاميذ تسمى كاف المخاطب، لا محل لها من الإعراب. والفاعل أين هو؟ هل هو ظاهر؟ لا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. فهمنا وجوبا أي لا يمكن أن يحل محله ضمير أو فاعل ظاهر تقديره أنت، نفس الشيء. جيد، الآن عندنا كلمة رويدك. لاحظوا هنا عندي رويدك. عليك هكذا قبل الكاف ماذا يوجد؟ يوجد سكون. أما رويدك قبل الكاف ماذا يوجد؟ فتح. إذن فأقول اسم فعل الأمر مبني على الفتح، على عكس عليك كانت مبنية على السكون، ويبقى نفس الإعراب. عذرا، هنا لم يكتب اللون الأحمر، جف. مبني على الفتح، والكاف كاف المخاطب لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هل توجد كلمة أخرى تريدون إعرابها؟ عندي كلمة صه وعندي كلمة مه، نفس الإعراب. أخذ مثلا صه، دائما اسم فعل الأمر مبني صح، مه مبني على السكون. هل يوجد هنا كاف أعزائي التلاميذ، كاف المخاطب؟ لا، مباشرة أقول والفاعل دائما يكون ضمير مستتر وجوب، ضمير مستتر وجوبا أي لا يحل محله فاعل ظاهر وجوبا تقديره ماذا؟ أنت. أعزائي التلاميذ، لمن تابع معي الفيديو كاملا، من يعرب لي هلموا. أنتظر إجاباتكم في التعليقات، أصحاب الإجابات صحيح سأترك أسماءهم في الفيديو المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.